وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية. نرحب فيك أستاذ عيسى في نشرة الثامنة. أستاذ عيسى، منذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم ورؤيته النيرة والثاقبة، كانت خارطة طريق رسمت ملامح مملكة البحرين المستقبلية. كيف تقرأ مشهد نجاح المسيرة التنموية والإصلاحية اليوم وانعكاساتها على ما تعيشه المملكة من نهضة شاملة؟ شكرا لكم، واسمحوا لي بداية أود باسم الأسرة الصحفية في البحرين أن أرفع أسمائي التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما لتولي جلالته حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. مهنئا كذلك صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. طبعا نحن في صحيفة الأيام أصدرنا اليوم مجلد خاص بهذه المناسبة يحتوي على المحطات التاريخية منذ اليوم الأول الذي تسلم فيه جلالته مقاليد الحكم، حيث قاد البلاد إلى حالة نهوض تاريخية غير مسبوقة عبر سلسلة من الإنجازات الرائدة. وكانت اليد الكريمة الملكية منذ اليوم الأول لتسلم جلالته مقاليد الحكم ممدودة إلى الجميع الذين استنهض فيهم جلالته الروح الوطنية البحرينية الوثابة من أجل تكريس ريادة البحرين بروح عصرية جديدة تنطلق من إرادة حرة وخصوصية وطنية. جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حقق على مدى 25 عاما إنجازات حضارية كبرى في مختلف المجالات، إذا ليست مرحلة تاريخية فقط، هي بكل معنى الكلمة عهد تاريخي جديد وغير مسبوق في تاريخ البحرين. هو عهد المملكة الدستورية وعهد مملكة القانون والمؤسسات وعهد مملكة السلام والتعايش والتسامح، مملكة سلام واستقرار وغيرها من المشروعات التنموية والاجتماعية والنسائية والشبابية الكبيرة. طبعا في كل هذه المشروعات والمبادرات التي أطلقها جلالة الملك كان المواطن هو الأولوية لدى جلالته، فلا شيء لدى جلالته يعلو على مصلحة المواطن رغم كل التحديات التي مررنا بها. المواطن يبقى دائما هو الخيار الأول لدى جلالته. وأذكر على سبيل المثال أنه في أول كلمة لجلالة الملك المعظم وجهها إلى المواطنين وبالتحديد في 13 مارس من العام 1999 أكد للمواطنين أنه سيبقى بينهم ومعهم في كل خطوة ومرحلة من العمل الوطني، وهذا ما كان بالفعل على مدار كل السنوات الماضية. يعني على الصعيد الخارجي، إذا ما تناولنا علاقة البحرين الخارجية في عهد جلالة الملك، فقد كانت البحرين دائما في عين الحدث أينما كانت العالم، كل ذلك بفضل نهج جلالته الحكيم والمتوازن في إدارة الشؤون الخارجية للمملكة مع مختلف دول العالم. فكسبت المملكة المزيد من الأصدقاء في كل مكان والمزيد من الاحترام والتقدير لهذه المملكة التي يعتبرها العالم أفضل مكان للعيش وواحد من السلام والأمن والتعايش بين مختلف الأديان والأعراق. طبعا المواقف العروبية التاريخية للبحرين يشهد بها التاريخ في عهد جلالة الملك، وهي لا تخضع لأي مزايدة أو مساومة، وبتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه كانت ولا زالت البحرين في الطليعة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية. نعم. وقدم أبناء البحرين أرواحهم فداء للأمة وحفظ كل شبر من ترابعه. اليوم أن الشعب البحريني يستذكر في هذا اليوم كل هذه الإنجازات الكبيرة ويحتفل ويحتفي بهذه المناسبة العزيزة، نعم،
وكله فخر واعتزاز بما تحقق على أرض الواقع. وكما وعد جلالته في خطابه الأول، فقد قاد سفينة التطوير الإداري والسياسي والاقتصادي بكل حكمة واقتدار. نعم الأستاذ عيسى الشاجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، شكرا جزيلا لك.